ما يرضيش حد أبداً إنه يتساب كده بعد تاريخ طويل وحافل بالأحداث. في منتصف القرن الماضي تم إنشاؤه كأكبر ملعب متعدد الأغراض في مصر، شهد العديد من البطولات الكبيرة وأهمها بطولة مصر الدولية للتنس. سنتر كورت الجزيرة ملعب له تاريخ عريق، لعب عليه نجوم كبار منهم بطلنا المصري العالمي الكابتن إسماعيل الشافعي. من أول ما اتبنى اتحول لمسرح انزلاق على الجليد وحلبة لمصارعة الثيران، وأقيمت عليه بطولات عالمية ومحلية في كرة السلة والكرة الطايرة وبطولات الشيش ودورات رمضانية لكرة القدم وحفلات غنائية كبيرة. وقبل ما نتعرف على مشروع التطوير أقول لكم اطمنوا، سنتر كورت نادي الجزيرة مش هيتهد. المشكلة إن لعبات كتيرة زي الكرة الطايرة والسلة واليد والريشة والجمباز قوانينها اتغيرت وبقت لازم تتلعب في صالات. وبما إن تراخيص البناء لا تسمح بإقامة مبنى جديد، اتجهت الدراسات لتغطية السنتر كورت بسقف معدني بيتفتح في وقت استخدامه للتنس ويتقفل عند استخدامه للعبات الأخرى. ونفس الشيء بالنسبة للأرضية اللي بتتركب وتتفك فوق أرضية التنس الطفلية. مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي بدأ الدراسة والتخطيط لصيانة وتطوير السنتر كورت من 3 سنين، وطرح المشروع على الجمعيات العمومية في 2007 و2008 و2009 وعقد اجتماعات لشرح المشروع للأعضاء. مشروع صيانة وتطوير السنتر كورت زي ما انتوا شايفين هيحافظ على المبنى الأصلي والبرج العلوي والمقصورة الشهيرة، ويضيف لمسات جمالية بسيطة ومتناسبة مع الطراز المعماري لنادينا العريق. أكتر من 2000 رياضي ورياضية من كل الأعمار من أبناء النادي هيستفيدوا من الملعب بعد التطوير اللي مش هيحتاج أكتر من 9 شهور و12 مليون جنيه. المشروع هيوفر للنادي مبالغ كبيرة بتتصرف في تنقلات وإيجار صالات، وأهم من ده كله مشقة ووقت ضايع لبناتنا وولادنا. وبالنسبة للزحمة اللي بتخوفنا كلنا، فالحقيقة وجود السقف أو عدم وجوده ملوش أي تأثير على الزحام. السنتر كورت لو أعيد للحياة زي زمان هيحل مشكلة فرق كتيرة من أبناء أعضاء النادي العريق. المشروع أمامكم والحكم لكم، ومستقبل النادي مسؤولية الجميع. نتمنى أن نعيد الحياة للسنتر كورت ونضيفه للإنجازات التي نعتز بها.